صباح الخير يا دكاترة، رمضان كريم. وآخر محاضرة في المناعة النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيها على الإيمين باثولوجي. هنتكلم على 3 مواضيع مهمين أوي أوي أوي: هايبر سنسيتيفيتي اللي هي الحساسية، أوتو إيميون ديزيز اللي هي أمراض المناعة الذاتية، والموضوع الأخير اللي هو ترانسبلانتيشن. لما نيجي نتكلم على هايبر سنسيتيفيتي لازم نبقى عارفين يعني إيه هايبر سنسيتيفيتي. التعريف بتاعه undesirable يعني damaging مدمر، reaction يعني تفاعل بيحصل للـ normal immune system. immune system بتاعنا بيتفاعل مع حاجة خارجية جاية من بره، سواء antigen أو allergen زي ما هنسميها في الـ type 1، ويبدأ يدي reaction مختلف كلية عن المتوقع، يؤدي لحدوث إصابة داخل الجسم أو مرض داخل الجسم أو disease داخل الجسم أو manifestation داخل الجسم. لما بقسم الحساسية بقسمها لنوعين كبار جدا. الطيب الأولاني اسمه immediate أو antibody mediated، بمعنى اللي بيشتغل هنا هو الانتيبوديز. delayed أو cell mediated، وده هنا الشغل كله عن طريق cell mediated immunity. الطيب الأولاني الـ immediate بيحتوي على 3، اللي هو 1 و2 و3. طيب 1 اللي هو anaphylactic reaction، طيب 2 اللي هو cytotoxic reaction، طيب 3 الـ immune complex. يعني كل واحد سواء بيتسمى تايب 1 ليه الاسم التاني بتاعه هو انافلاكتيك ريأكشن، تايب 2 ليه الاسم التاني سايتوتوكسيك، تايب 3 ليه الاسم التاني اللي هو الاميون كومبلكس. تمام. تايب 1 تايب 2 تايب 3 لازم لما نيجي نتكلم عنهم بنتكلم على المسبب الحساسية ايه. في تايب 1 بنسميه الرجي، يعني المادة التي تسبب الحساسية أو تحدث الحساسية. الميكانيزم بتاعه إيه؟ مين الأنتي بوديز اللي بتشتغل؟ لو في خلايا ليها دور أو حاجة بنذكرها، وبنذكر إكزامبلز. تمام؟ يعني حطوا دايما في دماغكم الإسكيما دي، ما نمشي عليها، باستثناء تايب 1 هو اللي ممكن نتكلم شوية على التريتمنت بتاعه. فتايب 1 ده إيميديت، بيحصل لحظي. انيشيتد ازاي؟ عن طريق الرجين، وهنا ما بسميهوش انتيجين، بسميه الرجين. بتتعامل مع مين؟ مع السيل باوند اي جي اي انتي بودي، وهنفهم ده بيحصل ازاي. يعني هنا الانتي بودي اللي بيشتغل هو الاي جي اي. مسببات الحساسيه والالرجنز كتيره، ممكن تبقى حاجات بتتشم زي البلانت بولينز والسبورز والهاوس داست مثلا. تمام. ممكن تبقى بتتاكل، زي اقول لك عنده حساسيه من الفراخ، عنده حساسيه من البيض، عنده حساسيه من السمك، عنده حساسيه من اللبن، عنده حساسية وعندها حساسية من الشوكليت مثلا. ممكن عن طريق دراجز، وأشهرهم طبعا البنسلين، بيبقى فيتال، ممكن يموت. تمام. البنسلين ممكن يبقى مميت. الميكانيزم ازاي؟ بيحصل عن طريق الاي جي اي انتي بودز، الخلايا اللي بتشتغل الماست سيل والبيزوفيل. الرسمة دي كده هنفهم الميكانيزم بيحصل ازاي. لما نتعرض للالرجين في أول مرة بيحصل له خطوات الانجي بريزنتنج سيل، وتعمل تي هيلبر سيل، وتعمل اكتيفيشن للبي سيل. البي سيل بتبدا تتحول لبلازما سيل، والبلازما سيل بتطلع اي جي اي انستيد اوف اي جي ام او اي جي جي. ده راجع طبعا لحاجات وراثيه، عوامل وراثيه بتبقى موجوده عند الشخص ده. يبقى اللي بيطلع عندي الاي جي اي، الاي جي بتروح تثبت على سطح الماست سيل والبيزوفيل عن طريق الاف سي ريسبتور. دي اول مره للتعرض. المرة التانية للتعرض ايه اللي بيحصل؟ الالرجين في كل 2 اي جي جنب بعض بيعمل لهم حاجة اسمها كروس لينكج، كأنك بتحط مفتاح العربية في الكونتاكت بتاع العربية بالظبط وبتدورها. وانس اللي ده حصل بتتفتح الماست سيل والبيزوفيس، وتبدأ تريليز الجرانيولز اللي مليانة ميدياتورز فيها. ميدياتورز زي ايه؟ زي الهستامين، الليوكوترينز، كل دول بيبدأوا يطلعوا. تمام؟ الصورة دي موضحة شوية كمان. اهو الالرجين مسك، يبدا يحصل ريليز لكل الميدياتورز دي. طب يبان ازاي؟ سكين، ارتكاريا واكزيما. انا اكلت حته شوكليت جسمي كله احمر وبقيت اهرش فيه وكده، لا اسمها ارتكاريا واكزيما. وهنا مش شرط، مش لازم الحساسيه تحصل في المكان اللي اتعرض ليه الانسان للماده اللي بتسبب له الحساسيه. ممكن تطلع تحصل في مكان تاني، تظهر في مكان تاني خالص. اكلت اكل حصلت حساسيه على الجلد، مش لازم التعرض يكون في الجلد، عشان نفرقها على الكونتاكت درماتايتس ان شاء الله اللي جايه كمان شويه. ممكن تحصل في الاي كونجنكتيفايتس، حساسيه العين. ممكن تحصل في النيزوفارنكس، الرينيه الرينوريه والرينيتس اللي هي الالرجيك رينيتس، مشهوره جدا بتاع حساسيه الجيوب الانفيه. تيجي تنام بالليل تلاقي مناخيرك مقفول، تحط حاجه
كونجستنت تلاقي الامور فرحت كويسه، ناس كتير عندها الموضوع ده. اللنج اسمى ربو الشعبي ممكن يبقى فيتال. ليه يحصل برونكو كونستريكشن والارينجال اديما؟ يتقفل تماما مجرى الهواء ويموت الانسان، وده سبب الموت في حاله البنسلين، حساسيه البنسلين. بعالجه ازاي؟ بدي انتي هيستامينك، مضادات للهستامين، بدي حاجات اسمها ماست سيل ستابلايزر تثبت الماست سيل، تمنع ريليز اوف ميدياتورز، بدي برونكو دايليتورز تفتح الشعب الهوائيه ومجرى الهواء، وممكن اعمل بقى العلاج المناعي اللي هو الهايبوسنسيتايزيشن. بمنتهى البساطه بنروح لدكتور حساسيه يعمل له اختبار على الجلد، تمام، يعرف مش لازم تفاصيله قوي ليكو، يعرف نوع او مسببات الحساسيه ايه. وانس ان تعرف مسببات الحساسيه ايه، يبدا يديله مصل بتحضر فيه المسببات دي، ويبدا ياخدها على هيئه جرعات صغيره. يعني يقول الاسبوع الاولاني هناخد مثلا او 3 ايام 4 ايام شرطه واحده انسولين بسنجه الانسولين تحقن تحت الجلد، الاسبوع الثاني هنخليهم شرطتين، الثالث الرابع وهكذا، يفضل بالتدريج. فاكرين انا كنت قلت لكم عشان يحصل السيميليشن امين ريسبونس لازم يبقى في عندي اوبتيمال اماونت اوف انتيجين، يعني كميه انتيجين معينه. لو انا كميه الانتيجين اللي داخله اقل منها مش هتعمل السيميليشن. طب ايه اللي بيحصل مع الهايبوسنسيتايزيشن؟ ان انا بعمل حاجه اسمها تولرانس، جهاز المناعه ما يبداش يستجيب للايه؟ للالرجين ده، بل بالعكس يبدا يعتاد عليه ويبدا يحصل شيفت، بدل ما كان بيطلع اي جي اي، لا اللي بيطلع هيبقى ايه؟ اي جي جي. وده فعلا من نواتج الهايبوسنسيتايزيشن او العلاج المناعي. النوع الثاني والنوع الثالث الانتيجن، الانتي بودي واحده اي جي ام او اي جي جي، ولكن الاختلاف في الانتيجن. تايب 2 الانتيجن لازم يكون جزء من سطح الخليه او جاي من بره ومسك على خليه، مسك على سطح خليه، يعني اكسوجينوس لابارت من السيل سيرفيس، يعني لازم سيل باوند، او اكسوجينوس يبقى هابتن ويعمل اتاتشمنت للسيل ميمبرين. وانس نعمل اتاتشمنت الاجسام المضاده هتيجي تهاجم السيل ميمبرين تعمل لها لايسس. اكزامبل ليها ترانسفيوجن رياكشن، تبرع بالدم، واحد فصيلته ايه ادى لواحد فصيلته بيه مصيبه. الاريثروبلاستوس فيتاليس، فين الاريثروبلاستوس فيتاليس اهو؟ ار اتش بوزيتيف، راجل اتجوز ار اتش نيجاتيف، وانتوا عارفين البوزيتيف هو موست كومن حوالي 95% 96%. البي ما هيبقى ار اتش نيجاتيف. الام اتش سي بتاعه مختلف شويه، طبعا هيبقى مختلف كليه بتاع الار اتش مختلفه. تبدا الام تكون اجسام مضاده، تكون ميموري سيل عندها. المشكلة مش في أول جنين، المشكلة في تاني جنين. أول جنين هيعدي تمام، لو ما خدتش حقنة الأنتي أر إتش تاني جنين الأي جي جي هيعدي البلاسينتا ويبدأ يدمر البيبي. دي واحدة من الطرق، واحدة من الحاجات اللي إحنا قلناها. الحاجة التالتة الأي تي بي أو الثرومبوسايتوبينيا، الإنسان يبدأ يكون أجسام مضادة تهاجم الصفائح الدموية بتاعته، تبدأ تهاجم الصفائح الدموية بتاعته تكسرها، يبقى ده ثرومبوسايتوبينيا. بيظهر على ايه يا جماعه؟ بتيك شويه حاجات عامله زي راس الدبوس لونها احمر على الجلد. طيب تايب 3 بقى الانتيجين هنا بيبقى سوليبل، نفهمه بقى. الانتيجين سوليبل هيقابل البي سيل، البي سيل تحول لبلازما تطلع انتي بودي، الانتي بودي يمسك مع الانتيجين ويعمل انتيجين انتي بودي كومبلكس. الانتيجين انتي بودي كومبلكس يعمل ايه؟ يترسب في البيزمنت ميمبرين بتاع البلاد فيسل. وانس انه اترسب هيعمل اكتيفيشن للكومبلمنت، والكومبلمنت هيعمل ايه؟ اكت از كيموتاكتيك فاكتور، هيستدعي النيوتروفيلز عشان تيجي تهاجم المكان ده وتعمل ريليز للسوزوم الانزيم ويحصل فاسكولار دامج. ويحصل ايه؟ فاسكولار دامج، البلاد فيسل بتتدمر. يبقى في سوربل انجل انتي بودي كومبلكس هيعمل بنتريشن للاندوثيليوم بالبلاد فيزل وول، يحصل اكتيفيشن للكومبلمنت، ريليز اوف كيموتاكتيك فاكتور، نيوتروفيل انفلتريشن، ريليز اوف لايسوزومال انزيم، دستراكشن فاسكولار وول. بيحصل في كذا ديزيز. السكن زي سيستمك لوبس اسيرماتوز مثلا، الزئبق الحمراء. كدني بص ستريبتوكوكال جلوميرولونفرايتس، وانا اعرفها بالتفصيل ان شاء الله في البكتيريولوجي بعد كده. الجوينتس المفاصل روماتويد ارثرايتس. روماتويد ارثرايتس ده من امراض المناعه الذاتيه. معروف يعني. تايب 4 اللي فات ده كله كان انتي بودي ميديتد، نخش بقى على السيل ميديتد. تايب 4
او الديليد او السيل ميدييتد، ده بالظبط بتاع الاكتيفيشن بتاع التي سيل. انا بيكون ميموري سيل، فكره كده، بكتيريا جت عملت اكتيفيشن للتي هيلبر سيل، بقت ديليت تايب هايبر سنسيتيفيتي سيل. تمام، الديليت تايب هايبر سنسيتيفيتي سيل هتعمل ايه؟ هتعمل اكتيفيشن تاني للماكروفاج عن طريق انترفيرون جاما او تيومر نيكروز فاكتور الفا، يحصل لها اكتيفيشن. مرحله السيل ميديتد اميونيتي بالظبط. ساعات بدلع السيل دي واقول عليها تي ديلي تايب سيل او الكلام ده كله. تمام، ليه فوائد؟ اه ليه فوائد، انه مهم جدا في السيل ميديتد اميونيتي اجينست تيوبركلوزس بروسيلوزس فانجل انفكشن فايرال انفكشن تيومر. ساعات بيسبب حاجه اسمها الكونتاكت ديرماتايتس. يعني ايه كونتاكت ديرماتايتس؟ يعني سيادتك خطيبتك هدت لك ساعه، انت طبعا مش عايز تزعلها، فلبست الساعه طول الوقت. تمام، بعد اسبوع تبدا تلاحظ ان مكان الساعه في انديوريشن، حته ناشفه ومحمره ومرفوعه عن الجلد شويه. ده معنى كلمه كونتاكت ديرماتايتس، بتحصل في المكان اللي انت تعرضت فيه للانتيجين، بعكس الارتكاريا ممكن تحصل في اي مكان في الجسم. تمام، حلها ايه؟ انك بتشيل الساعه. ممكن جرافت ريجكشن، ممكن التيوبركلين اللي هو الانترادرمال سكين تيست، وده اختبار احنا برضه هنعرفه ان شاء الله بالتفصيل المضل في موضوع التيوبركلوزس المايكوبكتيريوم في السيستميك بكتيريولوجي، هتلاقوه في المحاضره بتاعتنا نفس الفكره. دي هيلبر 1 اكتيفيشن. تمام، تبدا تعمل ريليز انترفيرون جاما وكيموكاينز وتيومر نيكروز فاكتور الفا، وتعمل اكتيفيشن للماكروفاج عشان تعمل المكان. دي صوره التيوبركلين تيست. دي كده اول مقارنات ما بين الثلاث مجموعات تجميع، يعني لو انت عايزين تعرفوها تستزيدوا من العلم شويه. طيب ده مهم، دايما بيخطر في بالكم دايما ان البنسلين ما بيعملش غير تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي. لا، البنسلين ممكن يعمل تايب 1 يعني ارتكاريا وسيستميك انافلاكسيس عن طريق الاي جي اي، ممكن يعمل تايب 2 لو ثبت على سطح الار بي سيز يعمل هيموليتيك انيميا يكسر الدم، اجسام مضاده تكسر الدم. ممكن يعمل تايب 3 عن طريق جلوميرولونفرايتس او سيرم سيكنس، ده اي جي جي بيشتغل. جلوميرولونفرايتس التهاب في الجلوميرولاي بتاعت الكلى. تمام، وتايب 4 اللي هو كونتاكت ديرماتايتس، يعني لو مستخدم لحقيقة كريم او وهم او حاجه ممكن يعمل كونتاكت ديرماتايتس. خلصنا الهايبر سنسيتيفيتي، ندخل على الموضوع الثاني وهو المناعه الذاتيه، الاوتو اميونيتي او اوتو اميون ديزيز، امراض المناعه الذاتيه. ايه اللي بيحصل هنا يا جماعه؟ احنا قلنا قبل كده ان احنا الام اتش سي كلاس 1 موجود على كل سطح الخلايا اللي موجود عندنا في جسمنا. عن طريقه جهاز المناعه بيتعرف ان هنا مفيش، ان ده سيلف، فبالتالي ما يهاجمهاش. فده بقول عليه سيلف تولرانس، تولرانس ان ريسبونسيفنس. فاكرين كنا شرحناه في بتاع الفود، الانتستين عندنا فيه تولرانس للفود اللي احنا بناكله كله في الانتستين، ارجعوا لها في المحاضره بتاعت الانتيجين. تمام، فهنا بيحصل بريك داون للميكانيزم ريسبونسبل فور سيلف تولرانس، ويبدا جهاز المناعه يهاجم الجسم، يبدا جهاز المناعه يهاجم الجسم. بقسم الامراض دي لمجموعتين، مجموعه اسمها اورجان سبيسيفيك، بمعنى ان الاجسام المضاده بتروح تهاجم اورجان واحد فقط، تارجت اورجان فقط هو اللي بيتهاجم ويحصل له دامج. نون اورجان سبيسيفيك يعني بتهاجم الجسم كله، نون اورجان سبيسيفيك بتهاجم الجسم كله. طيب في عندي تقسيمات كتيرة جدا 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 بالنسبة لي معاكم، يعني أنا عايزكم تحفظوا المالتيبل أورجان دول، لازم تحفظوا صم، الروماتويد أرثرايتس، السيستميك لوبس، سكليروديرما، والجوجري. احفظ اي اربعه من التانيين، يعني تعرف البلاد مثلا اوتو امين هيموليتيك انيميا، اوتو امين ثرومبوسايتوبينيا، ثرومبوسايتوبينيا لسه قايلينها ان هو الاجسام المضاده تهاجم الصفائح. التايب 1 دايابيتس، بمعنى الاجسام المضاده هتروح تهاجم مين؟ الايلس اوف لانجر هانز اللي موجوده فين؟ في البنكرياس. تمام، ف الاربعه اللي فوق المالتيبل لازم، وممكن اخد اي اربعه تانيين نحفظهم. في علاقة طبعا بين ال HLA types وال autoimmune disease، عندنا مثلا ال HLA B 8 B 27 دي R 2 دي R 3 دي R 4 دي R 5 على حسب كل نوع من دول، كل واحد شايل ال type ده بالقليل ده أو البصمة دي، يعني ممكن يبقى أكثر عرضة إن يحصل له أمراض من أمراض المناعة الذاتية.
ازاي بيحصل؟ اول نظريه، نظريه سيكويستريتد انجين، ان في اماكن في الجسم جهاز المناعه ما يعرفش عنها اي حاجه، ومفيش فيها اي مناعه خالص، زي حدقه العين مثلا، اللينس، العدسه بتاعه العين دي جهاز المناعه لا يدري عنها اي حاجه ولا يعرف انها موجوده اصلا، تعتبر نون سيلف بالنسبه له، المنطقه دي كلها مفيش فيها اميون ريسبونس. لو واحد خد بوكس في عينه ولا حاجه وحصل نزيف في المكان ده وبدأ يدخل خلايا مناعية جوه العين، هتشوف اللينس ده على إنه حاجة غريبة وتبدأ تهاجمها. هي نظرية ضعيفة عشان ما اكذبش عليكم، ولكن ليها واجهتها. النظرية التانية الاسكيب اوف اوتو رياكتيف كولون، واحنا عجبنا جهاز المناعة بتاعنا بيبدأ يتدرب، يعني مش مجرد ان هو بيبدأ يخرج تي سيلز او بي سيلز او الكلام ده من غير ما يدربهم، لا بيبدأ يدربهم. طب هيتدربوا ازاي اذا كان مفيش انتيجنز جايه من بره؟ لا، بيبدا يدربهم على السيلف انتيجنز، الام اتش سي بتاعنا كده في السايمس، وتيجي دندريتك سيل ظريفه تبدا تدرب البي سيلز اللي هي بيحصل لها ديفلوب، سوري، التي سيل اللي بيحصل لها ديفلوبمنت دي. طيب اول حاجه، خطوه، بيحصل حاجه اسمها بوستيف سيلكشن. البوستيف سيلكشن دي ايه؟ ان التي سيل اللي طالعه المصنع او الخط الانتاج اللي طالع ده بيتشاف هو بيتعامل او بيتفاعل مع الام اتش سي السيلف ولا لا عن طريق انجن من الجسم. لو تفاعل يبقى هو شغال كويس يكمل المرحله الثانيه. طب لو ما تفاعلش خالص، ما عرفش يتعامل مع السيلف ده، ما عرفش يمسك الام اتش سي اللي موجود على سطح الانجن بريزنتنج سيل، بيحصل له سيلدس. يبقى يحصل له ايه؟ سيلدس بحاجه انتوا عارفينها اسمها الابوتوزس، ابوتوزس اللي هو البروجرام سيلدس. طيب دي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه بقى، الخلايا التي اثبتت كفائتها التي تعاملت، هنا بيحصل ايه بقى؟ بنقيس الماجنتيود بتاع الريسبونس. يعني ايه؟ انا بعمل له ستيميوليشن بسيلف انتيجين. المفروض الطبيعي ان التي سيل هنا لما تيجي تتعامل او تستجيب، الاستجابه تكون متوسطه مودريت مش هاي. لو الاستجابه متوسطه الخلايا هتكمل وتعيش، وده الكولون اللي هيكمل معانا. طب لو الاستجابه عاليه قوي لازم يحصل لها ابوتوسس. امال ايه بقى الاسكيب اوف اوتو رياكتيف كولون؟ ده اللي بقول عليه الاوتو رياكتيف كولون. ساعات مجموعه من دي بتكمل وما بتموتش، فبعد كده عند مرحله عمريه معينه تؤدي لحدوث امراض المناعه الذاتيه. تمام؟ طيب حاجه بسيطه خالص، التيركسل اللي احنا قلنا بتتحكم في الماجنتيود اوف اميون ريسبونس ممكن يحصل لها مشكله، يحصل نصف ليها تقل، فبالتالي الماجنتيود بتاع الاميون ريسبونس يعلى ويحصل اوتو اميون ديزيز. اخر حاجه كروس رياكتيف انجن، وده بيحصل في حاله روماتيك فيفر مثلا في اي ظرف. عندنا بكتيريا اسمها ستريبتوكوكال بايوجين كبسوليتد، اتكلمنا عليها. عندها كبسول بتتكون من ماده اسمها هيالورونيك اسيد. الهيالورونيك اسيد دي يا جماعه موجوده عندنا على صمامات القلب، موجوده في المفاصل. في ناس معينه عندها قابليه جينيه ان يحصل لها الموضوع ده. لما بتدخل البكتيريا دي الجسم بتكون اجسام مضاده. الاجسام المضاده دي بتعمل ايه؟ المفروض تتعامل مع الاستريبت، ولكن عشان هي كروس رياكتيف هتروح ايضا تهاجم المكان التاني اللي شبه الهيالورونيك اسيد بتاع الكبسول بتاع الاستريت، وهو صمامات القلب والمفاصل، وتعمل الروماتيك فيفا. وتعمل ايه يا جماعه؟ الروماتيك فيفا. يبقى ده كروس رياكتيف انتي بودي. بنعالجه ازاي؟ انتي انفلاماتوري ايمونو سبريسيف، مش هتوصفوها انتوا، لا يوصفها اي حد في طب. الحاجات الجديده بقى، الاجسام المضاده الجديده، المونوكلونال انتي بودي، انتي تيومر نكروز فاكتور الفا، انتي انترلوكن 12، انتي سي دي 4، كل دول التارجت منهم انهم يقللوا الاميون ريسبونس. يقللوا ايه؟ اميون ريسبونس. امبلانس اهي، حاجات ظريفه جدا بتاعتكم بتاعت شغلكم. ترانسبلانتيشن اميونولوجي كاخر موضوع. يعني ايه ترانسبلانتيشن؟ ان انا بنقل خلايا او تيشوز او اورجانز from one part of the body to another، يعني من نفس الجسم من مكان لمكان، زي دكاتره العظام مثلا.
او من شخص لشخص تاني، وده الطبيعي اللي احنا بنعمله. طب ايه هي انواع الجرافتس اللي عندنا؟ اول حاجه اوتو جرافت. اوتو يعني بنقل البون مثلا من مكان لمكان تاني، يبقى ده اكزامبل الاوتو، يعني من نفس الجسم لنفس الجسم. ايزو ان انا انقل بين اتنين ممبرز اوف ذا سيم سبيشيز، يعني انسان لانسان، ولكن الجينيتك ميك اب بتاعهم ايدنتيكال، يعني جيناتهم متشابهه جدا 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 لاقصى درجه، زي الايدنتيكال توين مثلا، التوأم السيامي. الو ممبر اوف سيم سبيشيز، يعني من انسان لانسان، بس الجينيتك ميك اب مش ايدنتيكال، ده شخص مختلف عن التاني، يتشابه ولكن مش ايدنتيكال زي الايدنتيكال توين. زينو فروم ممبر اوف ديفرنت سبيشيز، من حيوان لانسان، زي كريستيان برنار ونقل القلب بتاعه في اول عمليه نقل قلب. الو بلاست بقى دي ما بتتقالش الا لدكاتره الاسنان والعظام، ان انا بجيب ماده سنسيتك، الماده بتبقى سنسيتك زي الدنتال امبلانت، ما هياش جايه من انسان ولا جايه من حيوان، خلاص يبقى دي ماده سنسيتك بسميها الو بلاست. في مشكله هتقابلكم كدكاتره اسنان، الا وهي الدنتال امبلانت كونسيكونسز، تعمل الامبلانت وتمام كل الشغل زي الفل، وتفاجأ بمضاعفات. مضاعفات عباره عن ايه؟ اكيوت انفلاميشن، ممكن يبقى فيه انفلاميشن شورت ان ديوريشن، بيقعد فتره قصيره من شويه دقائق للايام على حسب الانجري عامله ازاي. المشكله بقى لو حصل كرونيك انفلاميشن، ماكروفاج والنيتروفيل هتبدا تعمل سيل ميديتد اميون رياكشن اجينست الجرافت، ودي هيحصل فايبروز وجراجيلوما، وهتبقى ازمه كبيره جدا. في حاجات مش متوقعه زي الالرجي، يعني نص ل1% من الناس ممكن يحصل لهم الرجي للتيتانيوم، والتيتانيوم واحد من الحاجات الكويسه جدا 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 اللي بتستخدموها ك دنتال امبلانت، يبدا يحصل له الرجيك رياكشن، حساسيه ما بتروحش من جسمه نتيجه ايه؟ التيتانيوم اللي هو مركبه. شيل الامبلانت يبقى زي الفل. لما ابدا اتكلم على انواع الجرافت ريجكشن، عندي ثلاث انواع: الريسيبيانت، مستقبل الجرافت، هو اللي بيتعامل فيها مع الايه؟ مع الاورجان ترانسبلانت، وعندي نوع واحد الجرافت نفسها هي اللي بتهاجم جسم الايه؟ الريسيبيانت، بلطجه يعني. تمام. طيب عشان يحصل ترانسبلانتيشن يا جماعه، في شويه شروط لازم بنعملها. بنشوف الاتش ال اي تايبنج، نشوف فصيله الدم الاول، بعد كده الاتش ال اي تايبنج، والاتش ال اي تايبنج يفضل انه يعدي ال 97 عشان تنجح نجاح باهر. ساعات بيتنقل هنا في مصر للاسف على 90، وساعات اقل شويه، ونمشي بالايمينو سبريسيف دراجز. الاورجن نفسه لازم يتحضر تحضير كويس جدا جدا جدا، ويتغسل كويس جدا جدا جدا، ما يبقاش فيه نقطه دم واحده من الدونر عشان ما يحصلش مشاكل زي ما هنقول. تمام. بعد ما اتنقل الاورجن، لازم بنبدا ندي اميونو سبريسيف دراجز، لازم نمشي على اميونو سبريسيف دراجز للايه؟ للريسيبيانت، عشان جهاز المناعه عنده ما يبداش يهاجم الجسم الغريب اللي اتنقل له. الهايبر اكيوت ده بيحصل وقتي، يعني مجرد ما الجراح لسه بيقفل الجرح بتاعه يحصل الهايبر اكيوت ريجكشن، يلاقي الاورجان حصل له فيلير، لو كان الكلى ولا حاجه لها باظت على طول، دمرت قدامه وهو لسه بيقرص. ده ليه؟ نتيجه ان الريسيبيانت ده عنده اكسام مضاده ضد الدونر انتيجن. طب ده بيحصل امتى؟ انكومباتبل براد ترانسفيوجن. تمام. فصيله الدم مختلفه، وده صعب قوي 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 قوي. او بريفيوس ترانسبلانت، اخين، واحد جاله فشل كلوي فخد برع له بالكلى، وبعدين رجع جاله فشل كبدي فخد برع له الفص الكبدي الثاني. وجود الكلى الاولانيه خلت فيه اجسام مضاده ضد الايه؟ ضد الانتيجنز بتاعت الدونر. وجود الاورجن الثاني عمل المشكله الكامله دي. الاحتمال الثالث بقى، ام حصل لها مشكله تمام في الكلى مثلا، وابنها زي اي ابن بار راحت برع لها بالكلى، والكلى باظت على طول اول ما اتزعل. ليه؟ اثناء الحمل الام تكون عندها اجسام مضاده ضد البيبي باترنال ام اتش سي. الام اتش سي الجينات جايه من الاب في الجنين ده، الام بتكون ضدها اجسام مضاده، يبقى عندها الاي جي جي دي، وانس اتنقل لها الاورجن هتقوم مدمره. الرياكشن هيحصل عند ما بين الانتيجين والانتي بودي عند الفاسكولار اندوثيليال سيلز، ويحصل اكتيفيشن للكومبلمنت، ويحصل نفس اللي احنا قلناه قبل كده، نيوتروفيل تيجي تدمر البلاد فيزل، بيحصل لها بلوكج والاورجان يتدمر وقتيا. الاكيوت بيقعد اسبوع تقريبا ويبدا يحصل.
نتيجة إيه؟ عدم تحضير الأورجان كويس. لسه قايلكوا عليه، الأورجان كان جاي وشايل جواه باسنجر ليوكوسايتس، ليوكوسايتس المسافرة، الأنجيوم بريزنتنج سيلز المسافرة اللي جاية من الدونر. أنغام بت سوري أنا جات لي أغنية شهيرة جدا اسمها الإيه؟ الطير المسافر، افتكروها هنا. هنا مين اللي مسافر؟ الباسنجر ليوكوسايتس. وصل الأورجان اتوصل، هتبدأ الأنجيوم بريزنتنج سيلز دي ليوكوسايتس تروح للفونوز، تمام، وتعمل اكتيفيشن للريسيبيانت تي سيل، والريسيبيانت تي سيل هي اللي تيجي تقوم هاجمه لمين؟ الاورجان اللي عندنا. يبقى ده سوء تحضير للايه؟ للترانسبلانت. الكرونيك بقى ياخد وقت، في اختلافات بسيطه في الام اتش سي، بعد 10 ل 15 سنه يبدا جهاز المناعه يبدا ياخد باله ان في اختلافات في الام اتش سي، فيبدا يعمل اميون رياكشن او ريسبونس ويهاجم. بيشتغل هنا مينلي بيبقى الاكتيفيتد ماكروفاج. طب في حاجات تانية ممكن تبقى موجودة؟ اه، سيادتك واحد كان عنده فيروس مثلا سي، كابت حصل له فيلير ونقلنا له كابت جديد، وانت ما عالجتش فيروس سي ده، امال لازم يحصل ايه؟ الكابت الجديد هيبوظ هيتدمر برضه، تمام. الكرونيك افكت او التوكسيسيتي بتاعت الانتي ريجكشن دراج، انت بتديله اميون سبريسف طول الوقت، ودي مواد لها سميه، بعد فتره ممكن هي نفسها تاثر على الاورجان اللي انت نقلته. الانسان ده بياخد اميون سبريسف دراج، فبالتالي يبقى اكثر عرضه ان يحصل له اصابات، واشهر حاجه بتحصل حاجه اسمها السيتوميجالو فيروس، تمام، سي ام بي فيروس، مشهور جدا 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 من عيله الهربس، بيصيب الناس اللي عاملين زرع اعضاء. احنا عندنا اكتر من حاجه، يا اما اختلافات الام اتش سي بسيطه تبدا تتعامل معاها جهاز المناعه، او يجي من التوكسيستي بتاعه الدراجز، او انك ما عرفتش المرض الاساسي اللي كان موجود، او انفكشن اذر انفكشن زي السيتوميجالو فيروس انفكشن. اخر حاجه جرافت فيرسس هوست ديزيز، هنا الاورجان اللي اتنقل هو اللي هيهاجم مين؟ يعني الاورجان اللي اتنقل عندنا هنا هو اللي هيهاجم الجسم بتاع الريسيبيانت، بلطجه، واحنا في رمضان مش عايز اشبه تشبيهات ولا حاجه. ده بيحصل في حاله مين؟ البون مارو ترانسبلانتيشن فقط. لازم يبقى عندي خلايا مناعيه تتنقل عشان تبدا تهاجم الجسم، فالحاله الوحيده هي البون مارو. ناس لا قدر الله عندهم سرطان في الدم، اللوكيميا، بنمسح البون مارو بتاعهم تمام بالريديشن او سيتوكسيك دراج، وبعد كده ننقل لهم بون مارو، نزرع لهم بون مارو جديد، تمام. البون مارو الجديد، الخلايا الجديده اللي هتتزرع دي، ممكن تبدا هي بنفسها تهاجم الجسم بتاع الريسيبيانت، ممكن يحصل راش ودايريه ونمونيا. نجمع تاني، الهايبر اكيوت بيحصل مينتس الاور، بيحصل فينا بيرفورمنت انتي دونر انتي بودي وكومبلمنت، الاكيوت دايز ويكس، بيحصل اكتيفيشن للتي سيل بالباسنجر ليوكوسايتس، الكرونيك مانث ييرز، يا اما انتي بودي يا اما اميون كومبلكس، يا سلو سيلولار رياكشن الكونس اوف ذا ديزيز، يا اما سوبر ادد ديزيز او توكسيك افكت اوف ذا دراجز. حاجات كتير جدا 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 ممكن تعملها.